خلوني اخد يعني صديقي العزيز، وكان المفترض يكون ضيفنا النهارده، بس هو ايه، انا لقيتك متوهج في التلفزيون الاسبوع ده في اكتر من برنامج، فقلت بقى ايه اديك اجازه النهارده، وانت طبعا ده مكانك وبيشرفنا في اي وقت. واحد من الناس المحترمه اللي قدر ان هو يعمل طفره كبيره جدا في النادي بتاعه الشعبي، وقدر هو ينافس بيه حتى الرمق الاخير، مهندس خضر ابراهيم رئيس نادي ديكنس. يا باش مهندس، مساء الفل، منورنا واهلا بحضرتك. مساء الفل دكتور ايهاب، انت منور وضيوفك جمال، العزيز ممدوح جعفر والاستاذ العبيد حبيبي يا باشمهندس. ربنا يخليك يا فندم، الله يبارك في حضرتك، وان شاء الله طبعا مكانك في اي وقت، وان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم مع بعضنا، وعادل بيه وكابتن ممدوح بيسلموا عليك بكل تاكيد. طيب سلام صدر من انجح الرؤساء الانديه، وانا بشكره على ظهور ديكنس للموسم الثاني على التوالي بهذا الاداء وهذا الروح، وطبعا كان قاب قوسين والاخر لحظه كان طنطا والبلديه فازوا عليه، يعني الغربيه علمت عليه مرتين اثنين في ملعب، دكتور ايهاب متحيز للغربيه، ما هو عشان كده اتعاقبوا، عشان كده اتعاقبوا. احنا مديين اثنين لعيبه منهم الباك ليفت احمد عيد حاجه ما شاء الله، لا وهو شاطر في التسويق، لا 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 يعني فكرنا ان احنا ضحكنا عليه، لكن هو اللي ضحك علينا. لا احمد عيد عمل احسن جون السنه دي في الدوري. ايوه زي جون احمد فتوح اللي اتلغى بالظبط. بس الدكتور ايهاب متحيز للغربيه يا باشمهندس خضر، بطبيعه المنشا هيعمل ايه؟ طيب الراجل بس حلوه طبيعه المنشا دي. طبعا بتمنى لك دايما التوفيق، واحد زي ما بقول مجلس اداره مكتمل محترم جدا، قامات وشباب على اعلى مستوى بيقودهم طبعا مهندس خضر ابراهيم، وماشي في الطريق الصحيح لنادي شعبي زي ما احنا بنقول، ازاي ان هو يقدر يقف على رجله ويرجع الدنيا. عاوز اسالك سؤال الاول، ازاي الانديه الشعبيه تقدر تقف على رجلها يا باشمهندس؟ بعيدا عن بقى اللي انا شويه ايه، حق في الاتحاد حق في الدوله، لا ازاي الدوله كلنا كاتحاد كوره وكوزاره شباب ورياضه نقدر نوقف الانديه الشعبيه على رجلها؟ بص الانديه الشعبيه اولا ما هياش على مسطره واحده. تمام. يعني في نادي شعبي عنده مقومات ومقدرات عاليه جدا من حيث مساحه الارض، من حيث المكان، من حيث حجم الملاعب، انه نادي اجتماعي عنده اشتراكات محترمه، عنده سور او استثمارات في المحلات، زي مثلا نادي الزمالك، نادي الاهلي عنده مقومات كثيره رغم ان هو نادي شعبي مثلا. في انديه شعبيه كمان صغيره بس عندها مقومات كتيره كويسه، وفي انديه لا تملك غير ملعب ومبنى زي نادي ديكيرنس مثلا على سبيل المثال، بس تملك زي اخونا يملك جماهير ممكن من خلال شركه تخلي الدنيا دي كلها زي ما انت بتعمل بصراحه. بالظبط. زي اخونا ممدوح جعفر، هو النادي عنده يملك ايه غير قاعده صغيره كده وملعب، يعني برضه تيجي هو افضل من ديكيرنس، لكن في الاخر المقومات لتمويل انشطته يعني محدوده. بس هو شاطر، عامل بره النادي مول هيبقى على اعلى مستوى. لا ما هو ممدوح من بدري صناعي وعمل من فتيخ شربات عشان نتكلم بصراحه، يعني حضرتك الاحسن يا باشمهندس والله، ربنا يخليك يا رب. لكن اللي انا عايز اقوله ان الانديه الشعبيه مش على مسطره واحده، يعني طنطا مثلا على سبيل المثال عنده استاد، عنده مباني، عنده صح. يعني في شويه حاجات الانديه الشعبيه محتاجه حسن اداره بشكل واضح جدا، واغلب مشاكل الانديه الشعبيه اما سوء الاداره او خلينا نقول ايه صراعات مجالس الاداره. تمام. ده اغلب الحاجات اللي بتاخر اصلا الانديه الشعبيه. تمام. فالطبيعي الانديه الشعبيه اللي يستطيع العمل هو النادي الشعبي في بلد زي ديكنس، طنطا، شبين، اي بلد يعني جماهيريه زي كفر الشيخ، لازم حد يكون متجرد. المفروض يعطي للعمل العام جزء من وقته وجزء من ماله عشان يساعد، طالما اصل هو مش هيستفيد حاجه هيفيد، لكن لو في ناس بتستفيد في العمل العام وجاهه وهو حريص انه يكسب دايما وبيامن الجمعيه العموميه عشان يكسب دايما، هو بيضيع النادي. يعني في الاخر هو الى النادي ده الى زواله، الى منطقه سيئه جدا. احنا على سبيل المثال في الكيرنس استلمنا نادي الكيرنس من 5 سنوات ايراداته 500,000 جنيه. النهارده ايراداتنا في نادي ديكيرنس العام الماضي 7.5 مليون ذاتيه 7.5 مليون ما شاء الله، ذاتيه خارج تبرعات مجلس الاداره. ازاي يا باشمهندس عملت المعادله دي ازاي؟ اولا احنا مثلا عملنا تراك في الملعب وبنبيع الاعلانات،
عملنا لغينا كل انواع المجاملات او الموائمات او اي حاجه لاعب مثلا ابن رئيس مجلس اداره او ابن مدرب بيلعب في الاكاديميه مفيش حاجه اسمها مجامله او ببلاش. مفيش ابن خالتي ياخد نص التذكره. لا انا اعضاء مجلس اداره نادي كرم اللي عايز يدخل ابنه مدرسه كوره او مدرسه كاراتيه لا بيدفع مره ونص قرار مجلس اداره. يبقى الراجل اللي شايف العمل عنده بيدفع اكتر مش بياخد ميزه اقل. انا معاك. فلما انا طب انا النهارده عندي خمس ست حالات ظروفها صعبه في البلد ويستحقوا المساعده. اعضاء مجلس اداره يدفعوا لهم الاشتراك من جيبهم مش احنا انا الدوله مش بتدي مساعدات فانا اوزع مساعدات على الناس. لا اعضاء مجلس اداره اللي يدفعوا. جميل كده؟ تمام. فاذا طالما احنا تجربنا وطالما احنا مش هنجامل فجأة إيراداتك زادت، لأن أنت بتجامل في الألعاب الفردية ولا في الجمعية ولا في ولا بتجيب باص بتاع واحد صاحبك ولا بتبيع لعيب عشان خاطر واحد اتوسط لك، لا أنت بتبيع لعيب بالأصول وبتشتري لعيب بالأصول. مجرد إن التجرد ده اشتغل الإيرادات ارتفعت مرتين ثلاثة لوحدها. على طول. الحاجة الثانية إحنا رفعنا قيمة الاشتراكات. وبدأنا نحارب الجمعية العمومية الانتخابية. اللي حابب النادي يشترك واللي مش حابب عشان يدفع لك. خلاص فبدات يبقى في ايرادات كمان الكلام بدانا نرفع قيمه السنه دي مثلا عملنا لمده 30 قرار مجلس اداره 100 جنيه انشائي. فبيقول لك انا استفدت ايه؟ انت نادي جماهيري يحب بلدك لو مش حابب الموضوع ما تجيش انت جاي تعمل ايه؟ لو انت متفرج خليك في المتفرجين لكن ده بلدك اذا مش بتحب بلدك وقادر تديها خلاص ما بلاش تيجي. وانا هو نادي كده ما فيش فله ملعب عايز نعمل لك جوه نص الملعب نادي اجتماعي مثلا والنص الثاني مسرح. طب وهنلعب كوره فين؟ هتستمتع بايه؟ فانت احب بلدك اللي بيحبها تيجي اللي ما بيحبهاش خلاص. وهكذا بدانا نعمل مثلا عمل اجتماعي ندوات اكاديميات للشعر للادب للرسم للفنون التشكيليه كل دي حاجات بتجيب فلوس بالمناسبه يعني مش ما بتجيبش فلوس وبتعمل نشاط محترم في النادي. وبنصرف بيها بقى على قطاع الناشئين بنصرف بيها على الكلام ده. حسنا من المحلات اللي حوالين النادي عملنا مثلا اللي كان اغلب المحلات ب 30 جنيه رفعنا قضايا وبدانا نتقاضى المحل اللي بيخرج يبقى ب 3000 وب 4000 ف يعني الايرادات بتاعت الايجارات في النادي كلها كانت حوالي مثلا 12000 جنيه في الشهر. النهارده اصبحت مثلا اعتقد 300 400000 يعني 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 وهكذا بقى يعني كل بند شفنا العوار فين وبدانا نحسنه. كان عندي صالات حفلات كلها ناس ماجره ب 3 4000 جنيه ومتعثرين وعاملين مشاكل وبينه وبين نادي قضايا لا هم بيدفعهم ولا هم بيستخدمينها. انا خرجتهم وعملت ودي من غير قضايا ليك عليك الف سلامه وعملتها صاله العاب فرديه في كاراتيه ومصارعه وبودو والكلام ده بدا يجيب. وهكذا. طيب. يعني شيء جميل يعني شيء جميل جدا جدا بصراحه. عملنا نادي اجتماعي وكافي شوب وبنأجره دلوقتي ب 20000 جنيه في الشهر. كان عندي قاعه اسمها لافت كانت متأجره ب 4000 جنيه 9 سنين. يعني هنا التعاقد وعندنا تارجت دلوقتي نأجرها من 40 ل 50 في الشهر. يعني طالما متجردين مبدئيا وما عندناش مصلحه شخصيه طبيعي الاداء بيرتفع لوحده وقاعدين نفكر ازاي لصالح العام فالدنيا بتمشي. ده شيء جميل. طيب خلينا في القضية المثارة حاليا وكيفية التوفيق بين مش عاوز اقول التوفيق ان كلنا في مركب واحد زي ما انا بعلينا مرارا وتكرارا كيف نصل الى حل يرضي الجميع. انت موقفك صريح ان انت ضد دوري المحترفين ما لم يتم توفير موارد مالية له. تم توفير موارد مالية انت قلت خلاص انا معاه ما تمش ضده وده كان رأي محترم جدا. ومع رأي ايضا انه في حالة الغاء دوري المحترفين نرجع الى دوري 48 نادي، مظبوط كده ولا انا غلطان؟ تمام، ممكن اشرح وجهة نظري؟ اتفضل يا فندم. نمرة واحد، احنا عندنا ظروف اقتصادية صعبة في مصر بتمر بها مصر. تمام. كبلد، كوطن. تمام. تمام. في هذه الظروف لو انت بصيت النهارده يا دكتور ايهاب على مباريات الدوري العام. هتلاقي مباريات مهمة جدا من غير أي إعلانات في التراك. لأول مرة في تاريخنا، لأول مرة في تاريخ مصر. إذا المعلنين المصريين المؤسسات التجارية والصناعية اللي كانت عاملة تارجت إعلان نتيجة وقف الاستيراد، نتيجة تباطؤ الاقتصاد، نتيجة شوية حاجات كده
احجام عن الانفاق على هذه الانشطه الرعايات او الدعايات بالقدر اللي كانت بيصرف قبل كده. اذا انت صعب عليك في انشطه كتير تجيب دعايه او رعايه بقدر يسمح بتولي مسؤوليه هذا القطاع. تمام كده؟ فلو انت رحت للجانب الاخر، لو انت مش قادر تجيب ارقام محترمه تقود هذا العمل، تجيبها ازاي في دوري القسم الثاني او الدوري المختلف؟ تمام. صعوبات اكتر. احنا انا بكلمك كراجل دوله. وانا معاك تماما. انا كده مش بكلمك كان طبقه ولا ما طبقوش، انا بكلمك انت عندك صعوبات متخذ قرار. يعني اتحاد الكره ده جهه اداريه على تنظم النهارده ده مشروع. يعني مبدئيا احنا بنتكلم في الكوره، احنا بنقول استثمار صح ولا هي مشروع؟ ما ينفعش يا فندم في ظل الظروف الاقتصاديه وصعوبه ايجاد ممولين جيدين لهذه العمليه تقوم عامل مشروع بمليار جنيه. انا مش انا الاتحاد اللي هيتكلفه، الانديه اللي هتتكلفه. تمام. والمفروض الانديه ده يجي لها مردود. ايه المردود؟ نمره واحد ان انا اوفر لها عشان تعوض بس، انا عايز اتعوض بقى، انا عايز انجحها. نمره واحد اسوق تسويق جيد يتيح فرصه ان انا ادي لكل نادي 10 مليون خاصه للشعب. ليه؟ تمام. لان هو عليه انفاق يجي 5 مليون جنيه. يعني احنا هنقول انت عندك 7.5 هتاخد 3 او 2.5. يعني ايه 7؟ لا انت عندك 7.5 مليون. لا بيصرف على انديه الزمالك ومن الموضوع. بص انا عاوز اقول لك حاجه. ده بص لا لا استناني يا باشمهندس، استناني بس استناني. خارج الفلوس دي. عارف بقول لك ايه؟ بقول لك الدوري ما فيهوش اعلانات وملعبه هو الوحيد. يعني حسب كده يا راجل انا بس هي اعلانات على قد ما هو ده كان هو ناصح هو كان بيذيع مباريات بيدفع فلوس انا بحضر استاذ في البرنامج بص هسيبنا اكمل بس الفكره عشان انا معاك اتفضل النهارده انا هصرف مليار او 800 مليون عباره عن 20 نادي اللي هيصرف 70 واللي هيصرف 20 كل واحد على قد ايه قدراته صح كده؟ صح ارقام ده اقتصاد ده مشروع اقتصادي احنا عايشين شريك في شركه اسمها دوري المحترفين معاك هنصرف في السنه مليار الطبيعي يعود عليا فوائد قد ايه؟ صح ازيد تمام طب انا مش عايز ازيد احنا بنعمل مشروعات رياضي وفي مؤسسات بتصرف لاسباب اخرى وشركات وانديه شعبيه بترضي جماهيرها كل ده جميل تمام بس على الاقل يعود بالنفع عليها نص هذا المبلغ طب عشان يعود هذا نص هذا المبلغ على متخذ القرار الاتحاد الكره يقوم بدور واضح تمام نمره واحد يسوق جزء ان شاء الله يجيب 150 مليون 200 مليون جنيه سنه تمام اللي هو يعيد توزيعهم مثلا 150 على انديه القسم الثاني و50 على بقيه الدرجه وشويه حق الدرجه الثالثه والرابعه الكلام اللي انت عارفه حق اللي تمام كده هذا جانب الجانب الاخر انت لازم تذيع 380 مباراه لان القضيه مش فلوس بس لو انت ما صورتش ال 380 مباراه اللي هم 10 مباريات في الاسبوع في 38 هو انا هسوق لعبتي ازاي؟ اذا كنت انت بتقول الهدف من دوري المحترفين عمليه التسويق تسويق المباريات وتسويق اللاعبين اللي عشان يروحوا ابيع للخليج لانه يتفرجوا على الماتشات فبيع بمليون دولار هنا لعيب ونص مليون هنا وحاجات وبعدين ابيع للدرجات الاعلى اهلي زمالك اسماعيلي مصري بملايين اخرى صح. فيبقى انا عندي مردود اخر قد يصل لو انت زعت لي ال 380 مباراه الى 200 او 250 مليون جنيه لجميع الاهلي تمام كلام محترم كلام محترم تمام فده جانب ايجابي ثاني طب لو انا يعني اتحاد كره في معوقات في تصوير وبث هذه المباريات وليكن 50% كل اسبوع منهم لايف و50% مصور ويتسجل ويتعاد في نفس اليوم تمام طب انا بكرنس الزعلان الاسبوع ده لايف الاسبوع الجاي الزعلان مسجل تمام مش عارف وهكذا عشان يبقى في يبقى انت التسويق بما يضمن موارد ماليه اثنين اذاعه المباريات تمام كلام انا عجبني جدا الحوار المحترم ده تمام كده كاملة ليه؟ لان لو عملت جزء لما انا كيرنس كنت بذيع لنفسي وبتكلف 600 700 الف جنيه فانت النهارده ولا اقول مليون جنيه وبذيع لنفسي ومع نفسي وبس المشاهدات قد تكون مش بالدرجه اللي هتوصل لو انت زعت عملت له رعايه ودعايه واعلانات تمام انا معاك تمام مظبوط كده؟ تمام فالجانب ده هيعود بالنفع فبقى في اقتصاد
فبقى المدربين هيزيدوا، اللعيبه هتزيد، النادي اسمه هيزيد، الكلام ده كله القيمه هتزيد، القيمه التسويقيه هتزيد. الله الله ينور عليك. لكن لو انا النهارده كمتخذ قرار قابلت مشكله في عربيات البث، في عربيات التصوير، في القنوات اللي هذيع عليها، في الشركه اللي هتيجي تدير هذه الملف، وقال لك انا هذيع 25%، قولا واحدا يا دكتور مفيش جدوى اقتصاديه، وانت بتكلفني ومش هتجيب لي عوائد، لو سمحت اجله او عيد تنظيم الفكره عشان ما تكلفنيش وانت تعدي انت بريء وانا متهم. كويس 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 جدا. فانا النهارده بقول ايه بقى؟ بقول اتحاد الكره عشان يخرج من هذه الازمه اللي احنا كلنا صنعناها من اول الموسم، وانا ليا لقاء مع حضرتك بتاريخ 8/9 8/9 على هذه القناه، ممكن ابعتها لك دلوقتي، يعني انا قطعتها النهارده، ممكن اديك حتت منها تحطها على طيب تقطعها ليه؟ عاوز تطلعها لي على السوشيال ميديا ولا يقول لي بس عشان هفضحك هفضحك. ماشي مقبول. المهم المهم لا ما اقدرش يا دكتور ده انت بس انا على المستوى الشخصي زعلان منك في حاجه واقولها لك على الهوا واحنا موجودين. اولا انت عارف الحاج سمير موسى احنا بنحترمه قد ايه، تمام؟ وده اخونا الكبير، وانت عارف مدى العمق اللي بيجمعني بيه انا شخصيا، تمام؟ طبعا. اللفظ طلع من الحاج سمير هقول ان هو غير مقصود، غير مقصود. كنت حضرتك موجود انت والسيد العميد محمد بسوني نفس المكان جنبه، كان المفترض انتوا لا ده ما ينفعش، صح ولا انا غلطان؟ انا بقول لك قلبي مفتوح على الهوا. لا كلامك مظبوط. طب تعرف انا عملت ايه؟ تعرف انا عملت ايه؟ لا ما والله ما كنتش شوف اقول لك بقى. لا امبارح على الهوا على الهوا امبارح لا ما سمعتش والله. انا طلبت الحاج سمير موسى قبل ما اروح اللقاء بتاع امس في احد القنوات. كنت معزمنا الزميل عبد الناصر زيدان ده اخونا. الله يعني. واضحه تمام تمام. عبد الناصر اخونا. انا كلمت وانا كنت مع الحاج سمير يوم الاثنين الماضي بقى بعد نوع عشان ناوي العب مباراه ديكرنش على ملعب الزرقاء حال تنفيذ دوري المحترف. تمام كده؟ تمام. واتفقت مع الراجل على كل الدين وقلت له يا حاج سمير بس هتلاقيه كسبك برضه الحاج سمير بيعرف. لا 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 طبعا طبعا. قلت له يا حاج سمير الملعب هناك مجهز بشكل يعني انا عارف طبعا اخونا ممدوح بيدينا الملعب ببلاش بقاله 4 سنين يعني حبيبي جمايله جمايله على جمايله على الكرنس يعني. تمام تمام حبيبي يا باشمهندس تمام. بلومه اقول له يا حاج سمير يعني انت يعني كبرنا وحبيبنا وحصل كذا كذا وانت شايف ان الموضوع ما كانش حلو. قال لي يا باشمهندس خضر انا كنت مخنوق وهي طلقه طلعت ما عرفتش ارجعها وبعدين انا اعتذرت. المهم طلعت في حبايبه في اقرب الناس. ما دي المشكله على قدر الحب بيجي العتاب. اكملك بس اكملك بس. فانا رايح الحلقه امبارح اتكلم قلت له حاج سمير طالما انت عارف ان انت اسات التقدير وطلعت منك غصب عنك عندك مانع تطيب خاطر الناس النهارده على الهواء؟ قال لي لا والله العظيم كده. فقمت اول ما بدات البرنامج عملنا مداخله ودخل الراجل فعبد الناصر بطبيعته الجميله بقى وسخنه قال له عاملين لك لجنه انضباط ولجنه مش عارف انت قال له انا رايح وعند الردود والكلام اللي انت عارفه ده. قال له بس يا حاج ايه ضايع الحته اللي هو قال فيها الكلام. والراجل في الاخر قال انا ما اقصدش انا اقصد هنا المعنى خلني انا اقصد الناس اللي عملت بطولات وقعدت سنوات واساتذتنا يعني سمعونا واشتروا خاطرنا وقالوا لنا لا حاضر. اجي الناس اللي لسه جايه امبارح وهم برضه حبايبنا ولسه واحنا ما اشتريناش خاطر الحاج سمير في كثير من المواقف. اسمعني اسمع بس يا حاج انا بقول لك الراجل قال ايه عشان بس احنا بنحل المشكله مش بنتعاطف. لا انا عارف فاهم اي فانا اشتغلت حمد سامي في هذا الامر لان انا ما يرضينيش اي اساءه لحبايبنا وسادتنا في الاتحاد ولا اي ضرر يقع الحاج سمير موسى لانه اكيد لا الله ينور الله ينور وما ينفعش كده. وبعدين عايز اقول لك على انا ليه كنت بحاول ازيل هذا الفكر؟ لان الموضوع كان وصل لتصاعد قال لك هنتضامن مع الحاج سمير وهنعمل ثوره وهنسحب الثقه من الاتحاد دخلنا في دايره غير لائقه وانا ما احبهاش. انا معاك عشان كده انا قصدت ان انا اسحب هذا الفتيل والراجل فعلا امبارح طيب خطيب تمام وقال لا انا ما اقصدش والكلام هذا القبيل. طيب فانا بعتبر الموضوع انتهى زي ما انت سمعتوه على الهواء برضه هنا سمعوه على الهواء والموضوع يبقى انتهى صح كده؟ تمام تمام. نيجي طيب. بقى نقول الحل النهائي يلا النهائي بقى عشان عشان لهذه الازمه. من الاقدر
والأقدر لمجلس إدارة الاتحاد أولا عمل جمعية عمومية غير عادية طالما الأندية طلبها، وما يستناش الأندية هي اللي تعملها أو يتم الطعن عليها أو اللي نجيب لها التفاف ونبوظها ونسحب الورق. لا، أنتوا عندكم الثقة والناس بتحبكم يا دكتور إيهاب، ولازم تحترموا الجمعية العمومية وتعملوا جمعية عمومية غير عادية. كامل الاحترام للجمعية العمومية، محدش يقدر ينكرها. أنا أقولها والناس بتحبكم واحنا وانتوا بتحبوا الناس، فلو سمحتوا عايزين ثقة ونفتح الباب من تاني نعمل جمعية عمومية غير عادية. وعايز اقول لك بقى قبل الجمعية العمومية غير عادية اللي يحصل. تمام، وانا بشكرك شكرا. لا اقول بقى عشان اكمل الحل. قبل الجمعية العمومية تعمل ايه؟ تعلن في مؤتمر صحفي وتبعت لكل الاندية رسميا نظام المسابقة الجديد بالاشتراطات اللي انت واخدها على نفسك. تمام. نمرة واحد، نظام الدوري هذا العام اذا كان مثلا انت عايز تطبق دوري محترفين من 20 نادي، ثلاث مجموعات حسب توزيع الجغرافي 18 18 20، بحر وابن زي النورمال بتاع الحياه. تمام. احنا اتورطنا في 76 نادي. تمام. كيف نخرج من الازمه؟ يبقى ال 20 الثلاث مجموعات، شرط ان الثلاث فرق اللي فوق يصعدهم، الثلاثه اللي تحت يصعدوا مكان اللي هابطين، يبقى دوري طبيعي خالص من غير مشاكل ومن غير موائمات. واحد. اثنين، الاعلان عن قيمه التسويق. قيمه التسويق اللي هتتم لدوري المحترفين. تمام. وكيفيه التوزيع والتعهد رسميا، انا هدي للنادي الشعبي ده 10 جنيه ده 3 جنيه وده 2 جنيه رسميا. تمام. والكلام ده خلال ايام الفاضله. نمره كلام محترم. عشان ايه؟ عشان ايه؟ والتعهد باذاعه جميع المباريات بشكل واضح او العدد اللي انت قادر تبيعه مبدئيا. تمام. عشان في الاخر لما نجي لك لو انت عملت كده، انا عايز اقول لك كل اللي جاي يرفض دوري المحترفين هيوافق عليه. تمام. تمام. المشكله انتهت. تمام. وانا بشكرك شكرا جزيلا، يعني واحد من اصوات العقل في الجمعيه العموميه وما